استقرار ليبيا لن يتحقق إلا عبر مسار ليبي ليبي واستتباب الأمن والاستقرار، خاصة في ظل وجود مخططات أجنبية تسعى لتعزيز نفوذها في ليبيا، هو ما أكده وزير الخارجية رمطال عمامرة خلال أشغال الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي الذي تحتضنه الجزائر على مدار يومين. وجب علينا التعاطي والتفاعل مع مستجدات ما يحدث في ليبيا وفق مقاربة استباقية ورؤية واضحة تأخذ بعين الاعتبار الاعتبارات والمعطيات التي باتت تشغل صناع القرار والرأي العام في بلداننا على حد سواء. في ظل مخططات بعض القوى الأجنبية الساعية لتعزيز نفوذها في ليبيا واستعمال هذا النفوذ كمنصة واستعمال التراب الليبي كمنصة لإعادة رسم التوازنات الدولية انطلاقا من هذه المنطقة الحساسة. ليبيا التي ثمنت على لسان وزيرة خارجيتها دور الجزائر ومجهوداتها في حلحلة الأزمة الليبية تتوافق مع رؤية الجزائر وترى أن بسط الأمن في البلاد أكبر تحدي قبيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية. المسار الأمني والعسكري يعد التحدي الأكبر الذي يواجه ليبيا اليوم، خاصة مع تقدمها نحو الانتخابات الوطنية العامة، وهو ما يتطلب دعم من شركاء ليبيا وحلفائها للعمل على توحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة لإعلاء السيادة الليبية ودمج المجموعات المسلحة وتأهيلها أمنياً أو مدنياً، كذلك انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية الذي يشكل استمرار وجودهم تهديداً ليس فقط لليبيا بل للمنطقة بأسرها. المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش أكد أن الوصول بمسار المصالحة إلى الانتخابات العامة يتطلب إطاراً قانونياً ومرافقة من قبل دول الجوار. ما نحتاج إليه هو الإطار القانوني وإقرار القاعدة الدستورية التي ينبغي إصدارها في الوقت المناسب في الأيام القادمة، أتمنى ذلك من أجل التمكين من إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 من كانون الأول ديسمبر من السنة الجارية. إن دول جوار ليبيا ينبغي أيضا أن تنخرط في هذا المسار، لا سيما المتعلق بانسحاب القوات الأجنبية و المقاتلين الأجانب والمرتزقة. دول الجوار معنية أكثر من غيرها بتداعيات الوضع في ليبيا، ما يتطلب المزيد من الجهود حتى تعود ليبيا مستقبلا جزءا من السلم والأمن في المنطقة وركيزة اقتصادية إقليمية.